يتجدد اللقاء بكم هنا من استاد آل مكتوم، الملعب الذي كان شاهدا لبطولة 96 وعلى بطولة 96 الربع النهائي هنا في نسخة 2019. استاد آل مكتوم هنا يستضيف هذه المنتخب الذي دائما ما يطيب له اللعب هنا في الأراضي العربية، دائما ما يطيب له اللعب في المناطق فيها فيتنام على مستوى الاستضافة. تواجد منتخب العراق إلى جانب منتخب السعودي المنتخب الإماراتي في المباراة النهائية. حالة تسلل واضحة من قبل المساعد الثاني في هذه المباراة. الحديث عن ذاك صحيح، يعني اليابان عانت وفيتنام في التوقيت ذاته أيضا تميزت على مستوى الانضباط الدفاعي إلى حد اللحظة، بالتالي كل عناصر اليابان عاجزة عن مسألة بناء الهدف من الخلف. ركلات الترجيح يابانية داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، وهنالك ماذا يا هاراغوتي؟ ماذا يا هاراغوتي؟ ركلة ركنية. لاحظ سرعة بطولة آسيا تحت 23 سنة. السهم الياباني يضرب هنا التنين الذهبي على الأراضي الإماراتية. الله، وهنا السيد محمد عبد الله حسن يؤكد لا تزال يشيد من جديد. يابانية، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله، هكذا أرقام تعطي من يعطيها. خطيرة 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 خطيرة. الله، أوه على هذا الضجيج، أوه على هذا الضجيج. لاحظ الخطأ. فيتنامية أمامية بالرأس. ياباني في اللحظات الأخيرة من زمن شوط المباراة الأول. ركلة، تلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، لكن مرة سجل سوبر هاتريك في تلك المباراة يابانية. الله، أوه 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 على كرة، أوه على كرة يابانية، كرة يابانية. خطر الياباني أمامية. أوه 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 هيراغوتي بحثا وأملا في الوصول. الله 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 على كرة. حكم المباراة يأمر بالاستمرار الحكم الإماراتي السيد محمد عبد الله حسن. لا وجود للشيء، لكن لاحظ النادي أم هي حالة دهس عادية. حكم المباراة، ركلة جزاء. ريتو 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 ريتو. الله، ريتو ينتعل من الكرة، ترسو في الشباك الفيتنامية، ينتعل منها ترسو ويجعلها ترسو في الشباك الفيتنامية. الله 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 الله. على اليسار بالنسبة لحارس. الجزاء خطيرة خطيرة. هاراغوتي هاراغوتي. قتل الأحلام، لقتل الأطماع، لقتل الأمال التي علقت عن تلبيتها. نعم، من جانب الفيتناميين. نعم، الكرة ملعوبة إلى الأمام للفيتناميين. عبور هذا الدور ستنتهي وستتلاشى هذه الأحلام بشكل كبير وكبير جدا. ذات اللعب مصدر الرعب الأول ريتسو دوان يتقدم في الكرة. حدث تبديل في صفوف الفيتناميين. إشراك اللاعب الفيتنامي طبعا نغوين فونغ. الكثير من التغيرات. أوه على هذا التغير الذي كاد أن يصل هنا إلى المباراة وإلى نتيجتها وإلى الشباك. لا تتخلص. ريتسو دوان يرسل كرة في الجهة في هذه اللحظات. سيصوب، يفعل ذلك.